لكن في الوضع هذا مع الطبيعة الصحراوية ومع ضروري تبي تجهيزات أي صيانة. أنت لما تجي هما داروا صيانة بسيطة هنا وتبي تركب منظومة نتاع كمبيوترات ما يصيرش تدير لي صيانة باب حديد ولا باب بالنسبة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عميد عبد الفتاح حبيب محمد باباه مدير أمن منفذ غدامس البري. بتاريخ اليوم 7 فبراير 2023 تم زيارة السيد الرئيس جهاز الهجرة غير شرعية لمدينة غدامس بالتنسيق مع مديرية أمن غدامس ومديرية أمن منفذ غدامس، وللوقوف على احتياجات ومشاكل وعقبات منفذ غدامس البري والمنطقة غدامس، وذلك لتفعيل الجهاز ووضع بصمة على أرض الواقع لإمكانية السيطرة والحد من الهجرة غير شرعية اللي يعاني منها العالم، وخاصة في الظروف الاقتصادية الحالية. وتمت الزيارة في حالة أمنية جيدة وإن شاء الله ربي يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف النبي والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا العميد محمد بريدة المساعد للشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة. طبعا سبب زيارتنا لمدينة غدامس هي الوقوف على الصعاب وتدليل الصعاب والاحتياجات لمنفذ البري الموجود بين مدينة غدامس ودولة الجزائر. وذلك رأينا من خلال زيارتنا رأينا عدة احتياجات للمنفذ، منها على سبيل المثال والتقينا طبعا برئيس مدير منفذ غدامس البري، وحيث شرح لنا عدة نواقص وعدة أمور تخص المنفذ.